الكرة ملعوبة إلى داخل المنطقة إلى رأسي. الله فارس سددها مبكرة، يسجل الهدف الأول، يسجل الهدف الأول، هدف مباغت للأهلي. يسجل أولا براسية، الأواس كان بصعوبة، حاول أن ينقذ الأهلي من الكرة الرأسية الماضية، لكن في النهاية الاتفاق ينجح من تسجيل هدف الأول عن طريق سعيد الرباعي. الرباعي براسية يتمكن منها يا ولدي الرباعي، راسية قوية كانت أقوى من الأواس، الأواس حاول لكن راسية سعيد الرباعي كانت أقوى من الأواس وتجاوزت أقدام الأواس وسجل معها الهدف الأول للاتفاق. الاتفاق واحد. شوف الإعادة بالبطيء، شوف الراسية القوية من سعيد، سعيد الرباعي يسجل الهدف الأول لصالح الاتفاق، كان موجود وحيدا في منطقة الجزاء، وفرحة اتفاقية كبيرة جدا في المدرجات.